مساء الخير يا كابتن هيثم، برحب بحضرتك وضيوف الكرام وكل مشاهدي متابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء والابطال والاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وسبورتنج في اياب مباراه نصف النهائي لدور المرتبط. ويسعدنا وشرفنا في هذه اللحظات المدير الفني القدير كابتن احمد مرعي، المدير الفني للاتحاد الاسكندري ومدير فني منتخب مصر. يعني كابتن احمد، برحب بحضرتك في البدايه، الف مبروك الفوز النهارده وتاهل عن استحقاق للمباراه النهائيه. يعني كلمنا بقى عن المشوار من اول ادوار التمهيديه وحتى مباراه اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا يعني كان في الدوري ده بدا قبل التوقف بتاع المنتخب، خدنا مباريات يعني مجموعه، وكان ده يعني كانت مجموعات وبتاع مشوار طويل كده، لكن كانت اهم محطات فيه هي محطه الجزيره الاول في دور الثمانيه، الماتش برضو بطريقه المرتبط دهيا، والحمد لله ربنا وفقنا قدرنا نطلع. كانت المنافسه جامده مع الجزيره يعني في دور الثمانيه، وكنا على وشك ان احنا نطلع فعلا يعني، بس الحمد لله في المباراه النهائيه معاهم قدرنا نكسب بفرق سكور كبير عوض هزيمتنا، فيمكن دي نقطه مهمه في مشوارنا. بعدين قابلنا فرقه سموحه، فرقه محترمه مكافحه. كل الماتشين بتاع النهارده والماتش بتاع اول امبارح، لا هم في الجيم وبنكسب بالعافيه، ففرقه بحييها يعني عملت جيم كويس، واحنا خطوه خطوه بقى بنستعد للخطوه الجايه في مقابله ان شاء الله. يعني 90 في مش عارف هي حسابيه تقريبا الاهلي صعد صعد بالظبط كده، يبقى خلاص الطرفين بقوا معروفين، اهلي اتحاد وفرساي الرهان زي ما بيقولوا بقى في المسابقات، واللي فرقتين كبار يعني فرقه الاهلي طبعا ما فيش كلام عليها، فرقه محترمه معاها جهاز محترم، واحنا بنحاول برضو ان احنا نستكمل مسيره البطولات بتاعه السنه اللي فاتت. بس الماتش هيبقى قوي جدا، وتوفيق اللاعبين في المباراه ده يعني هيفرق كتير جدا يعني. كابتن احمد، يمكن كل عشاق كره السله في مصر بينتظروا مباراه الاهلي والاتحاد في النهائي، واعتقد كمان الناس بتنتظر تشوف اشرف توفيق في الملعب. طبعا يعني الكابتن اشرف اداؤه يعني حاجه محترمه، يعني انا بستمتع، بس مش انا بلعب قصاده، انا قاعد بره بتفرج عليه يعني، لان ادارته المباراه لا ما مدرب كبير يعني. والفرقه دلوقتي طبعا بسم الله ما شاء الله فرقه محترمه جدا في الاعداد والتغييرات وبتاع، وحالتهم كويسه يعني برضه، فربنا يستر. الحسابات هيبقى شكلها عامل ازاي، خاصه في ظل نقص عدد كبير من النادي الاهلي بسبب الاصابات وفيروس كورونا؟ اوعى ولا تفرق، فرقه الاهلي فرقه كبيره، ودايما سمه الفرق الكبيره ان هي لما بيغيب نجوم بالعكس ادائهم بيعلى يعني، فهم لا ادائهم كويس قوي، عشان كده بعمل لك كده قبل انت ما تسال السؤال. لا يعني غياب نجمين زي عمرو الجندي وإيهاب أمين، أنا متأكد إن الولاد النادي الأهلي هيعوضوا الفارق ده، والمباراة هتبقى سجال بيننا وبين اتحاد أهلي، مباراة تستحق المشاهدة، وأنا شايف إن شاء الله إن يا رب يطلع المستوى بتاعها عالي بغض النظر عن مين اللي هيكسب يعني. شكرا كابتن بنك التوفيق. شكرا على الاستضافة، شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقائنا هنا من ارض المباراه مع كابتن احمد مرعي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري. نقعد لحضرتك مره ثانيه وان شاء الله مستمرين في مزيد من اللقاءات خلال تغطيتنا الخاصه والحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي. الزميل محمد